شرع وزير التكوين والتعليم المهنيين في زيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية تندوف، واستهل الوزير بوقفة مطولة عند افتتاح للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتندوف، والذي سيعطي دفعة قوية في مجال التكوين وفتح فرص للشباب والانخراط في هذا المركز وتحقيق فرص عمل وترقية سوق العمل. واستمع الوزير خلال اللقاء لشروحات وافية من طرف المسؤولين المحليين عن القطاع، تضمنت بطاقة فنية حول القطاع بشكل عام والمشاريع التابعة للقطاع بالولاية، فيما أشرف الوزير على افتتاح نصف يوم دراسي حول كيفية التقييم والتتويج عن طريق التمهين. من جهة أخرى، عرج الوزير على معرض للمؤسسات المستقبلة للمهنيين وغرفة الصناعة التقليدية والحرف. من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية مع قطاع الطاقة والمناجم حول مجالات التكوين وفرص، كما أبرمت اتفاقية مماثلة في قطاع الغابات بالولاية. اليوم في جنوبنا الغربي في منطقة عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب كل الجزائريين، تندوف الجود والكرم. اليوم بعد زيارتنا لمؤسسة تكوين عبر الولاية للوقوف عن كثب على وضعية القطاع ومدى توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة في ظل الآفاق والتطلعات التي يعول عليها في جنوبنا الكبير، على غرار ولاية تندوف التي تعتبر رمز من رموز أمننا القومي، وباعتبار قطاع التكوين من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق الأمن القومي، نسعى دوما إلى توفير احتياجات المنطقة من كفاءات مهنية. تلعب أيضا تندوف دورا بارزا في اقتصاد المستقبل من خلال غرس بلات الطاقة الشمسية، السكك الحديدية، المعبر الحدودي إلى دول غرب إفريقيا. كل ذلك سيرافقه قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالشباب المؤهل أو المؤهل في التكوين. وإثر زيارة لمركز التكوين المهني والتمهين محمد بن وزداد ومختلف الوساط المقامة بالمناسبة، تم وضع حجر الأساس لإنجاز نصف داخلي وبذات المركز للتكفل الأحسن بالممتهنين. وفي الأخير، طاف الوزير ومرافقه بمركز التكوين المهني والتمهين طالب عبد الرحمن بحي النصر، وهو أقدم مؤسسات التكوين بالولاية، إضافة إلى معاينة محطة الطاقة الشمسية بمنطقة مركلة.